الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده، نستعينه ونستغفره، نستهديه ونسترشده، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبين الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآية المباركة أنه قد أرسل إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الذي فيه موعظة وشفاء ورحمة للقلوب ورحمة للعالمين. فالقلب أيها الأحباب هو محل الصلاح والفلاح الذي هو في الصدور. لذلك ورد في قول الله تعالى في القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم القيامة لا ينفعك مالك ولا ينفعك ولدك ولا ينفعك جاهك ولا تنفعك شهادتك ولا ينفعك شيء إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول ما يجب على المسلم أيها الكرام أن يهتم بقلبه ويتفقد أحواله وشؤونه، هل هو قلب سليم أم هو قلب مريض، أم هو قلب فيه شك وفيه ريب، أم هو قلب غلف عليه، أو هو قلب عليه أكنة. عليه أن يتفقد قلبه، لأن القلب هو ملك الجوارح. إذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. فإذا صلح قلبك صلح لسانك، وصلح سمعك، وصلح بصرك، صلحت جوارحك كلها. بصلاح القلب تصلح الجوارح، لأنه هو الملك الذي يشرف ويصدر الأوامر ويعطي للناس للإنسان ماذا ما يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة هي القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تنبه نبي الله أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين خاطب الله عز وجل بقوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن القلب السليم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة هو القلب الذي سلم من الشرك، سلم من كل أنواع الشرك القولية والفعلية، سلم من البدع والخرافات والشهوات والشبهات المخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى.
قال صلى الله عليه وسلم يصف لنا حال المؤمنين الذين سلمت قلوبهم يوم القيامة وهم في الجنة، قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قلوبهم مثل قلوب الطير. هل الطير يحمل حقد؟ هل الطير يحمل الحسد؟ هل الطير يحمل الظلم، يحمل الغيبة والنميمة؟ يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. اللهم اجعل أفئدتنا مثل أفئدة الطير يا رب العالمين. قلوب خالية من الذنوب، خالية من الغيبة والحقد والحسد والظلم والغل والكراهية، إذا وضع رأسه على الوسادة نسي كل شيء، غفر لكل من أخطأ عليه ولكل من تعدى عليه. تعرفون قصة الصحابي الذي دخل من باب المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الحديث فيه مقال، يعني في من حسنه وفي من يعني قال إنه يعني منقطع أو فيه علة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل يحمل نعله بشماله، صلى وجلس، وفي اليوم الثاني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا به الرجل الذي دخل بالأمس. وفي اليوم الثالث يدخل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته الأولى، وانتهى، أدوا الصلاة ومشوا. في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سأذهب خلف هذا الرجل وأرى ماذا يفعل حتى صار من أهل الجنة، حتى أفعل مثل فعله. فذهب معه واحتال عليه وقال: أن إن والدي يعني قد حلف علي أن لا أدخل البيت 3 أيام، لا حاني، طلب مني أن لا أدخل البيت، فأتيتك، هل تسمح لي أن أبيت عندك 3 ليالي؟ قال: تفضل. فدخل معه البيت وجلس يرقبه ليرى ماذا يعمل، فرآه لا يعمل شيئا، مثله مثل بقية الناس، من الليل ينام، يستيقظ عن صلاة الفجر، يذهب إلى الصلاة، يصلي الأوقات، غير ذلك لا يفعل شيئا. فاستغرب أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قال: يعني كدت أن الرجل إنه يعني أشك في حال هذا الرجل، يعني لماذا يكون من أهل الجنة ولم يفعل شيئا يستوجب أو يخالف ما يفعله الناس. فأراد أن ينصرف في اليوم الثالث، فذهب. قبل أن يذهب قال: قصتي أنا لم يعني أختلف مع والدي، ولم يحلف علي والدي اليمين، وإنما أردت، أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فيك، فأحببت أن أرى ماذا تعمل. قال: والله ما أعمل إلا كما رأيت. ثم انصرف فدعاه، قال: تعال أقبل، أنت يعني فعلت كما رأيتني، غير أني إذا وضعت رأسي على الوسادة لا أحمل حقدا ولا غشا ولا غيبة ولا عداوة لأحد. هذا الذي أفعله، ما يعني ما أحمل شيء في نفسي على الناس، أسامح كل من يخطئ علي، فأنام وأنا مطمئن. قال: هذه الذي أوصلتك ولسنا بقادرين عليها. من يقدر على ذلك؟ من يستطيع أن ينتصر على نفسه ويبعدها عن الغيبة والنميمة والحقد والحسد والبغضاء؟ وقليل من يفعل ذلك. عباد الله، إن من صفات القلب السليم أنه يحن إلى الطاعة ويشتاق إليها كما يشتاق الجائع إلى الماء إلى الطعام والظمآن إلى الماء. يرى سعادته وراحته في طاعة الله والقيام بأوامر الله. قال صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. يرى الراحة والسعادة في طاعة الله، أرحنا بها يا بلال. إن القلب السليم مشغول دائما بذكر الله عز وجل،
وتلاوة القرآن والتأثر به وتدبره وحب الخير للناس، يحب لعباد الله ما يحبه لنفسه. إذا قرأ القرآن أو سمع اسم الله ارتجف قلبه، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون، ذات حصر، المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قس إيمانك، هذا المقياس، هذا الميزان. ضع نفسك إذا سمعت واحد قال لك الله، إذا سمعت آية، إذا قرأت، هل يتغير شيء فيك أم تقرأ من هنا وتسمع من هنا وتخرج من هنا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت، خافت واضطربت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سلم الأمر إلى الله، اللي الله كاتبه بيصير. من روح، من نجلس، من نقعد، من سافر، من نغتني، نفتقر، نمرض، نتوكل على الله في كل شيء. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن علامات صحة القلب أيها الأحباب أنه يتألم إذا اقترف معصية أو ارتكب خطيئة أو نظر نظرة محرمة، وما أكثر النظرات المحرمة اليوم. وإذا وقع في ذنب تذكر فاستغفر الله، فهو دائم الصلة بالله عز وجل، يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأحوال صرف أحوالي إلى طاعتك. كان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني قلبا سليما. هل ندعو نحن بذلك؟ هل نتذكر هذا؟ نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة حتى ننجو من عذابه يوم القيامة. اللهم ارزقني قلبا سليما. عباد الله، إن القلب هو موضع نظر المولى سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صحيح الجامع. أيها الكرام، إن القلب يمرض كما يمرض الجسم، ومرض القلب أخطر من مرض الجسم. فترى الواحد منا إذا مرض جسمه أو مرض بقلبه سارع إلى المستشفى، إلى طبيب أخصائي ليعالج قلبه، لأنه يعرف أن مرض القلب فيه مشاكل وفيه أوجاع وفيه يترتب عليه أثار كثيرة. هذا المرض الحسي، فكيف بمرض القلب المعنوي أيها الإخوة؟ إن الإنسان بحاجة دائما أن يتفقد قلبه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والبقاء والاستمرار على دينه، حتى يكون قلبك سليما. أيها المكرم، لا بد أن تكثر من عمل الخير، لا بد أن تكثر من الصدقات، لا بد أن تكثر من الإنفاق في سبيل الله، لا بد أن تتلو القرآن وأن تذكر الله وتستغفر الله وتدعو وتجعل الآخرة نصب عينيك، تتذكر الآخرة، تتذكر القبر، تتذكر الموت، تتذكر أهوال يوم القيامة وما يحدث للناس يوم القيامة، تتذكر الجنة والنار. وهذه سبحان الله، هذه يعني خصيصة اختص الله بها أنبياءه ورسله. قال سبحانه وتعالى في معرض أن الأنبياء دائما يذكرون الآخرة: وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني الله سبحانه وتعالى منحهم هذه الخصيصة وهذه الميزة، أنهم يتذكرون الآخرة دائما. فمن تذكر الآخرة أيها الإخوة وجعل الآخرة نصب عينيه، كيف يعني يقدم على فعل ما يغضب الله عز وجل؟ وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. عليك أن تدعو بذلك، أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى تذكر الدار الآخرة وتذكر يوم القيامة. والله ما دخلت قلبا إلا جعلته خاشعا منيبا، خائفا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن صفات أصحاب القلوب السليمة أنهم لا يقتصرون بالدعاء لأنفسهم، وإنما يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، ويدعون دائما الله أن يطهر قلوبهم من الغل والحقد والحسد والكراهية، وأن يبعدهم عن ظلم العباد والتعدي عليهم وأكل أموالهم بغير حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه وإلى هداية العالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. توبوا إلى الله قبل أن يفجأكم الموت، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل الانشغال بالدنيا وزينتها، فما يدري الإنسان متى يأتي أجله وتأتي ساعته. أيها الكرام، إن القلب السليم هو الذي يرضى عن ربه، يرضى عن ربه في كل ما منحه إياه، في كل حال قضاه، وفي كل أمر قدره عليه من تبدل الأحوال وتغير لتقلبات الزمان. القلوب أيها الإخوة هي محل أسرار العباد، فمن طابت سريرته طابت حياته. فهناك قلوب سليمة وقلوب ميتة وقلوب مريضة. وإذا اطلعت على سورة البقرة في أولها ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القلوب الثلاثة، فخص المؤمنين بأربع آيات، وخص الكافرين بآيتين، وخص أصحاب القلوب المريضة والمنافقين بتسع آيات في الصفحة الأولى من سورة البقرة. فالأعمال أيها الإخوة تعظم بالعمل الصالح، وتصغر كذلك بترك العمل الصالح، وتقبل وتحبط بسبب ما في القلب. وأفضل الناس هم أصحاب القلوب النقية الخالية من الغش ومن الحقد ومن الحسد، وهم الناجون يوم القيامة. روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صدوق اللسان نعرفه، يعني الذي لا يكذب هذا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ من هو مخموم القلب؟ كلمة جديدة، مخموم القلب. قال صلى الله عليه وسلم يعرفهم بمخموم القلب: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو القلب السليم، التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي فيه ولا غل فيه ولا حسد فيه. هنيئا لمن توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قلبه مخموما. اللهم ارزقنا قلوبا نقية تقية لا إثم فيها ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا، وصلوا على بدر التمام وخير الأنام، سيد الأولين والآخرين، صاحب المقام المحمود والحوض المولود، وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزُقنا شفاعته، اللهم ارزُقنا محبَّته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة كأسًا يا رب العالمين، نحن ووالدينا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة في جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك، وفي هذه الساعة المباركة، وفي هذا المقام المبارك، أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوًا للإسلام والمسلمين إلا قصمته، ولا ميتًا لنا وللمسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أصلح أحيانا، اللهم اجعل هذا البلد بلدًا آمناً مطمئناً برحمتك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. فرج عنا وعن المسلمين، ردنا إلى بلادنا غانمين سالمين يا رب العالمين. فرج عن إخواننا، فرج عن أهلنا، فرج عن المسلمين في كل مكان، فأنت أهل لذلك. بيدك الخير، وبيدك الأمر، وبيدك الملك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواني، لا تنسوا أن تتبرعوا لمصلاكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.